المراحل ما قبل التعليم الجامعي أيضا نظرنا إليها من برامج متعددة، حتى برامج الطليع أو الطلائع الأصغر من 17 سنة كان في برامج. اعتمدنا كمان على آليات في الحقيقة، إذا كان في تطوير للتثقيف والجوانب الفنية واكتشاف الموهبة في ما دون الرياضة، ما بتكلمش في الرياضة، أكيد الشاب المصري اللي احنا عايزين نقول هو مكون بدني ونفسي وعقلي واجتماعي، لازم كمان نساعد في هذا التطوير. عشان كده لما عملنا مسابقة إبداع الأولى السنة دي لمراكز الشباب واختتمنا الاحتفال بتاعها، في الحقيقة أفرز عن نتائج مذهلة لإبداعات كتيرة جدا. ده بدأنا سيادة نفعل الوزير ليه علاقة يعني ببرنامج اكتشاف نشوف فرصها إيه؟ المواهب اللي وجه الرئيس ان احنا نشتغل عليه؟ المواهب في الحقيقة مرتبطة بكل حاجة، لكن أنا هأعرج على الموهبة الرياضية واكتشافها، لكن بتكلم كمان على الموهبة في مجال الفن، في مجال الثقافة، في مجال الإبداع، في مجال القصة القصيرة، في مجال الغناء، في مجال التمثيل، في مجال المسرح، في مجال الابتكار العلم والاختراع. دي كلها حاجات احنا مستهدفين كمان مراكز الشباب، عملنا على كل مراكز شباب مصر في الحقيقة، وكان المحكمين من كل من مركز البحوث علشان الابتكارات والاختراع، من مركز الفنون، من كل مكان من ثقة المحكمين ان هم يختاروا في الحقيقة. وعملنا ختام الحمد لله كان واكب رضا عالي جدا من الشباب اللي فازوا تمام. او الشباب المشتركين، وكلها بنراعي فيها الحوكمة والشفافية، لان الاشتراك بيكون عبر بوابة الوزارة في الحقيقة في الاشتراك، وبنعمل الحملة الدعائية اللي كمان بنشارك فيها مع مؤسسات القطاع المدني. احنا تعاوننا مع مؤسسة مصر الخير للحملة اللي مرتبطة بالترويج لإبداع، حتى إبداع الجامعات السنة دي اللي شغال حتى تاريخه، ودي النسخة السادسة في الحقيقة. إبداع مراكز الشباب أيضا بننتقي الإبداعات في المحافل الكثيرة اللي أنا قلت عليها، وكمان تطرقنا إلى البرامج التلفزيونية كمان اللي بتتطرق إلى التعامل والتفاعل مع الشباب، سواء بننتجها أو بنكون سبونسر ليها في المجالات المختلفة. وما زلنا بنكمل هذا اللقاء في مع عظيم. المبدعين الكبار والإعلاميين الكبار، إن احنا نوجه برامج إلى الشباب بصفة مباشرة علشان نرتبط بالقيم والفيجن أو الرؤية اللي بنقوم بها وبنفعل أو بنتفاعل معها.